التعليم والتطوير المستمر عقيدة عند كل العاملين في 57-357. من خلال إدارة التعليم والتطوير بنقدم الخدمات، الدورات التدريبية وبناء الكوادر لجميع العاملين داخل المستشفى، بالإضافة لتقديم برامج الزمالة. قدمنا نموذج مختلف، اتحركنا فيه من نموذج الكلاس روم أو الفصل الدراسي لنموذج مختلف باستخدام المنصات الإلكترونية، مختلفة عن التعليم التقليدي اللي بيعتمد على استرجاع المعلومة للتطبيقات العملية. مستمرين في تقديم برنامج الطبيب المقيم أو الريزيدنسي بروجرام، لأن احنا حاسين بمسؤوليتنا تجاه بنى كادر مختلف للنهوض بالمنظومة الصحية. على مدار 10 سنين معاكم حققنا إنجازات كتير وطورنا نفسنا أكتر، و 57-357 بتقول لكل اللي بنوا وكبروا وطوروا فيها كتر خيركم، وهتفضل 57 تكبر بيكم زي ما بدأت بيكم. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.